السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأخبار من تلفزيون الجزائر. المسهل بالذاكرة الإسلامية، حيث يحيي الجزائريون اليوم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ليلة تتنزل فيها البركات وتعم فيها الرحمة، ليلة يكثر فيها الاجتهاد في طاعة الله وإحياؤها بالقيام والدعاء رجاء مغفرة من رب العالمين وعتق من النار. الورقة لوليد قادرية. ليلة القدر أفضل أيام الله وأكثرها بركة، شرفها الخالق بأن تكون ليلة نزول القرآن الكريم، وفيها تنزل ملائكة الرحمن إلى الأرض بعدد الحصى الموجودة فيها، فمن طلبها وأدركها فقد كسب، ومن غفل عنها فقد خسر فضلا كثيرا وعد به سبحانه عباده المسلمين. السباق السباق، ونحن في الدورات الأخيرة من السباق، وهو إدراك ليلة القدر التي تكون في العشر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر. وعادة المتسابقين أنهم كلما اقتربوا من نقطة الوصول إلا زادوا في سرعتهم وزادوا في إنتاجهم ليصلوا الأوائل وليحصلوا على الجوائز. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيومئذ عندما يلقى المؤمن ربه توزع الجوائز وتوزع الشهادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. فضل ليلة القدر من فضل الخالق ورحمته بعباده، وبغيتها تعمر بيوت الله بالذكر والترتيل وقيام الليل. ليلة دأبت مساجدنا على إحيائها بمختلف الفعاليات الدينية المفعمة بالأجواء الروحانية، كل فيها يبتغي نيل فضل ليلة القدر. أكرمنا تعالى بها لندركها، لنأخذ فضلها، ليعطيها لنا سبحانه وتعالى. وإن ليلة القدر تدرك أولا وأخيرا بصدق الطلب، فمن سألها بصدق وطلبها بصدق أعطاه الله تعالى إياها، ربما بكلمة طيبة، ربما بحضوره لمشهد من مشاهد الخير، بركعات يقيمها في جوف الليل، ربما بمعروف يقدمه لمسكين يفرج به عنه، ربما بعمل يقدمه لهذه الأمة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله في ليلة القدر، مكثرا للطاعات، ممدا في القيام في العشر الأواخر من رمضان. ولينهل نهل المصطفى من أراد نيل فضل ليلة القدر ومغفرة ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا هذه الليلة المباركة. في موضوع آخر، أكد وزير الاتصال محمد العقاب أمس أن مضامين برامج القنوات التلفزيونية في رمضان تم ضبطها تماشيا مع خصوصيات هذا الشهر الفضيلة. جاء ذلك خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. نلاحظ أن فيه تجاوب، وما لازمش نبالغ أننا نقول يعني لأول مرة منذ سنوات البرامج الترفيهية وعلى رأس الكاميرا الخفية يعني فيه يعني استجابة إلى دفتر الشروط. كذلك يعني ما فيش العنف، عنف قليل ممكن يكون شوية، ولكن عنف قليل مقارنة بالسنوات السابقة. نفس الشيء بالنسبة للبرامج، سواء البرامج خاصة البرامج الدرامية. في البداية قلت لكم فعلا كان فيه تجاوزات، وأنا نفسي قمت باستدعاء يعني مدراء هذه القنوات، مثلا سجلنا لمدة 10 دقائق يعني صور يعني غير لائقة. ولكن بعد هذه الثلاث أيام هذه عادت الأمور إلى نصابها، والأمور يعني أخذت طابع العادي، لأنه ما ننساش أن العمل التلفزيوني يبقى عمل إبداعي ويقع فيه هامش من الحرية في للتعبير عن الواقع. ولكن عموما سواء كانت وزارة الاتصال أو سلطة الضبط لعبت الدور تاعها طبقا لما هو منصوص عليه في القوانين، والنتيجة شاهدناها أنه فيه تراجع يعني، أو فيه يعني ضبط، خلينا نقول ضبط مش تراجع، وإنما فيه ضبط للمضامين في مختلف البرامج مع خصوصيات الشهر الفضيل.
أمنيا، وفي عملية نوعية نفذتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمرست، تمكنت فرقة البحث والتدخل نهاية الأسبوع المنصرم من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تتكون من 5 أشخاص مع ضبط 208 كيلوغرامات فاصلة 5 من الكيف المعالج وحجز شاحنة ومركبة سياحية. العملية جاءت بعد استغلال معلومات عن وجود مجموعة إجرامية تحضر لنقل شحنة من الكيف المعالج من ولاية تمرست نحو إحدى الولايات الشمالية. وبعد التحريات التي باشرها محققو الفرقة تحت إشراف النيابة المحلية، تم توقيف المشتبه فيهم وضبط كمية من الكيف المعالج على مستوى مخبأ سري مهيئ بمقصورة الشاحنة. هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمرست. في مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نفذ الطيران والصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات شرق مدينة رفح أوقعت عددا من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، فيما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح ومحيط مدينة الشيخ زايد وسط القطاع قصفا مدفعيا وجويا عنيفا. القصف طال أيضا حي الزيتون في مدينة غزة ومربعات سكنية في مخيم المغازية وشرق مخيم البريج، في حين أصيب العشرات من النازحين برصاص قوات الاحتلال الصهيونية ببلدة القرارة الواقعة شمال غربي مدينة خان يونس. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أزيد من 33,000 شهيد، بينما تجاوزت حصيلة الإصابات 75,750، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. نهاية الموجز، نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم.